سلام الرب معكم. سوف تقدم هذه الذبيحة الإلهية بدلاً عن نياتكم جميعاً وعن كل النيات المقدمة على مذبح الرب وعن كل نيات الأنفس المطهرية ولكل المرضى والحزانة والمتألمين ونية السلام في كل العالم، وبدلاً عن النيات الآتية: نيات القداديس لهذا الأحد، انتقل إلى الحياة الأبدية المرحوم جابر شكر عبو عشاقة، وستكون صلوات الجناز يوم الاثنين القادم الساعة 10 صباحاً في كنيستنا، كنيسة مارغورغيس. صلوات 47 والسنة: نويل عبد الأحد صليوة 7، بيتر هاني بطرس تومينا 7، منتصر جربو 7، رمزي طوبية مني 7، ودي القسيونان 7، سامي رحيمو 7، غسان جميل في بغداد 7، مسكو شابو 40، عائدة عزو 40، ليلى قاجي 40، زياد دنحة 40، فريد جميل 40، إيفلين نونا 7، أوراها يعقوب تومكا 7، جرجيس بطرس شمعون 7. المناسبات: نصلي من أجل وليد وسعاد يوسف بمناسبة مرور 35 سنة على زواجهم. نصلي من أجل هاشم قسطو وجيني بمناسبة مرور 30 سنة على زواجهم. ملاحظات هذا الأحد: الجمعة القادمة سيكون لدينا لقاء الكتاب الروحي وباللغة العربية مع الأب فواز كاكو في الساعة 7 مساء للأعمار من 18 وحتى 60. أخوية الأمهات في كنيستنا يقومون بجمع الكاندي الحلويات في مدخل الكنيسة. سلات الكنيسة لتبسية يوم الأحد موجودة عند أبواب الكنيسة جميعها، وكذلك يمكنكم المشاركة بصينية الأحد عن طريق موقع كنيستنا الإلكتروني. نطلب من الجميع المحافظة على نظافة الكنيسة، والآن نسألكم إنصات هواتفكم لكي ندخل أجواء الصلاة مقدمين أنفسنا للرب. Oh, my.
التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب يا رب الكون الآن وإلى الأبد. أنشدوا للرب نشيدا جديدا هللويا. أنشدوا للرب نشيدا جديدا فإنه صنع العجائب، صنع الخلاص بيمينه وبذراعه القدوسة، كشف الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، يدين الدنيا بالبر هللويا، والشعوب بالاستقامة هللويا 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 هللويا. لنصلي محبتك الزكية فينا وتستنير نفوسنا بمعرفة حقيقتك، نصير على الاستقبال ظهور ابنك الحبيب من السماء، فنرفع إليك الشكر والتسبيح الدائم في كنيستك المكللة الممتلية من فيض نعمتك وخيراتك، فأنت الرب وخالق الكون الآن وإلى الأبد. وأفيض بألغاز الزمن القديم، السر المعلن من يونان في البحر ها قد كمل. السلام معنا، ما صعب مارا ولا هاريخا، هنية باسم وتتحباخ، نرى نوشاثا بذات دشرارف، نشتوي نغب القليان أبراخ، حبي واد بن شميم تمنى وديلاخ وانشبحا خدلا شلبعيت تاخم خللت ملي يذكر عذراني نخل طوين دتو مارو وارو يدخل أوا وورا وروحة قدشا العلمين. Yeah.
ورقا ونوشة ومنطرانا من حي الأقمار حياوينان حياوينان نبدي ونسجد ونشبح وقل عدا ما ردخل العالمين آمين. هرم قلخ نشبح كل عما لا لا سر بالسكنى في القديسين التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن وروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. قراءة من سفر تثنية الاشتراع وكلمني الرب فقال رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب عنيد دعني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك أنت أمة أعظم وأكثر منهم فرجعت ونزلت من الجبل وهو مضطرم بالنار ولو حال عهد في يدي ونظرت فإذا بكم خطأتم إلى الرب إلهكم وصنعتم لكم عجلا مسبوكا وزختم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام عيونكم ثم تضرعت أمام الرب كالمرة الأولى 40 نهاراً و40 ليلة لم أكل خبزاً ولم أشرب ماءً بسبب خطيئتكم التي خطأتموها حين صنعتم الشر في نظر الرب وكدرتموه لأني خفت من غضب الرب وغيظه عليكم ليبيدكم فسمع لي الرب هذه المرة أيضاً وأما الذي خطأتم به أي العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار حتى صار ناعماً كالغبار ثم طرحته غباره في النهر المنحدر من الجبل لنسمع لصلاة المزامير بالي الله هو ديان هاليلويا ونفهم وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكون
أيها الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي بارخ مارك. افرحوا دائماً في الرب، وأقول لكم أيضاً افرحوا، ليشتهر صبركم عند جميع الناس. مجيء الرب قريب، لا تقلقوا أبداً، بل اطلبوا حاجاتكم من الله بالصلاة والابتهال والحمد، وسلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وعقولكم في المسيح يسوع. وبعد أيها الأخوة، فاهتموا بكل ما هو حقاً وشريف وعادل وطاهر، وبكل ما هو مستحباً وحسن السمعة، وما كان فضيلة وأهلاً للمديح، واعملوا بما تعلمتموه مني وأختموه عني وسمعتوه مني ورأيتموه في. وإله السلام يكون معكم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي. آمين. لنقم لسماع كلمة الإنجيل المقدس. سواك لأنك معي، وعصاك وعكازتك يسكنان روعي. شاد مراني شعم شيحام كارزو ثام آد متاي ثم خرج يسوع من هناك واتى إلى تخوم صورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية خرجت من تلك التخوم تصيح وتقول: ارحمني أيها الرب ابن داود، فإن ابنتي بها شيطان يعذبها جدا. فلم يجد بكلمة، فدنا تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: أطلقها فإنها تصيح في إثرنا. فأجابه وقال لهم: لم أرسلوا إلا إلى الخراف التي ظلت من بيتي إسرائيل. أما هي فأتت وسجدت له قائلة: يا رب أعني. قال لها يسوع: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب. فقالت هي: نعم يا رب، فإن الكلاب أيضا
تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أربابها فتعيش. حينئذ قال لها يسوع: يا امرأة عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وإذا إلى جانب البحر الجليل، وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فدنا إليه جموع كثيرون، كان معهم عرج وامي وخرس وآخرون كثيرون، فطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع لأنهم رأوا الخرس يتكلمون والعرج يمشون والعميان يبصرون ومجدوا الإله وشوحا. لا لها من تفضل. صباح مبارك على الجميع، نهار مبارك، وحد مبارك. سمعت إنجيل الأحد الثالث من الصليب والسادس من إيليا. المرأة الكنعانية هي مثال يمكن للكنيسة اليوم، وراح أقول لكم ليش. المرأة الكنعانية كانت من اسمها الكنعانية، ما كانت يهودية، كانت وثنية. والشيء اللي صار، الحدث اللي صار مع يسوع كان أيضا مع التلاميذ، بس يسوع كان هو الحاكم، أو هو اللي راح يقرر بالنهاية إيش راح يكون الموقف. المرأة الكنعانية مثل ما سمعتوا عندها بنت بيها مرض، بيها شر، طلبت من يسوع أكثر من مرة ونادت بصوت عالي، لكن يسوع لم يستجيب، وإنما أجاب للوهلة الأولى، مو الانطباع الأول، أجاب بجواب قاسي جدا، وقد نظن في بعض الأحيان أنه جواب مهين. ليش؟ لأنه قال: لا يصلح أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب. هذا جواب، يعني إذا احنا ما افتهمنا النص بشكل صحيح راح نقول هذا هو جواب مهين للإمرأة، وما ممكن يسوع يهين شخص. بالحقيقة ما هو؟ هو كان محاولة من يسوع حتى يبعد المرأة، حتى يمتحن إيمانها، وحتى يمتحن إصرارها. أكو فرق بين الامتحان وأكو فرق بين التجربة. الله ما يجرب، الله يمتحن. دائما تشوفون أكو صعوبات كثيرة، إذا تقرون مسيرة الكنيسة، مسيرة القديسين، إذا تقرون الأنبياء بالكتاب المقدس، دائما كان أكو امتحان صعب. وأشهر امتحان بالكتاب المقدس مر بي نبي من الأنبياء، من هو؟ منو قال أيوب؟ إيه أيوب. أيوب كان أصعب امتحان، ما كان تجربة، الشيطان يجرب. وأكيد هم بالإنجيل يذكر وين الشيطان يجرب يسوع، مو بالتجارب الثلاثة. فشوفون الهدف، الفرق ما بين امتحان الله للمؤمنين وما بين الشيطان لمن يجرب المؤمنين. الله لا يعطينا الامتحانات هكذا، لا، هي تجي مواقف، هي حياتية، مواقف حياتية. الله يعطينا المجال حتى احنا
ننطي جواب لهالأحداث. فإذا قراري هو جوابي للامتحان. لما المدرس ينطينا امتحان، هل المدرس يتعلم؟ إذا كان مدرس خبيث ممكن ينطينا أسئلة صعبة أو خارجية أو معقدة حتى يعيق النجاح، بس المدرس الأمين الصادق لا، ينطي أسئلة حتى يختبر فهم الطلاب للمادة، هذا معروف تمام. لما يحصل على نتيجة يعرف أنه الطلاب فهموا المادة واجتازوا الاختبار. احنا الله انطانا الاختبار، انطانا المادة، انطانا التعاليم، فباقي الاختبار أو الامتحان. والامتحان مثل ما قلت هو الحياة، والحياة احنا نقرر، وقرارنا هو الجواب اللي الله يتمناه من عندنا يكون قرار أو جواب صادق وصحيح. وبذلك المؤمن يعبر عن إيمانه بهذا الاختبار. وهذا كان ولو يمكن الأمور تكون مرات قاسية على الإنسان، حتى الأب والأم يقسون على أولادهم بغرض التربية، بغرض التعليم، بغرض التوجيه. ولو الأبناء في كثير من الأوقات بالأخص لما يكونون بهالأعمار شوية أصغر شوية أكبر، وإذا كانوا تينيجر بعد يكونون ثائرين على قرارات الأب والأم. فإذا طبقنا هالنظرية أو هالصورة علينا إحنا كأبناء الله، هم في أكو أوقات إحنا أطفال، أكو أوقات إحنا نكبر شوية نصير صبيان، وأكو أوقات نكون مراهقين بإيماننا، وأكو أوقات نكون رحمة، نكون ناضجين بإيماننا. إذا أخذنا هذا الاختبار على محمل الجد راح ننجح باختبارنا. والإصرار هو عامل وعنصر مهم من عناصر النجاح بالاختبار، وإصرار المرأة وإيمانها كان عامل مهم حتى يسوع يقبل من عندها هالتوبة أو يعينها أو يساعدها. فإذا المرأة الكنعانية نجحت في الاختبار، وإحنا علينا أيضا هنا يكون دائما يقول don't give up، مو لا تستسلم تمام. الاستسلام أسهل شيء هو، بس هو بداية لفشل كبير، لأنه عدة استسلامات بالنهاية راح ينتهي الشيء. لكن نجاحات كثيرة هي اللي تبني الإنسانية. وأيضا في إيماننا النجاحات الكثيرة، إذا كان كل القديسين وكل الشهداء تنازلوا كان انتهت الكنيسة وانتهت البشرية، لأنه عندنا كثير تجارب إنسانية بها فشل، وعندنا كثير تجارب إنسانية بها نجاح. لكن التجارب الإنسانية اللي بها الإنسان فشل، إذا كان اجتماعيا، إذا كان علميا، إذا كان إيمانيا، ما وقفت هالمسيرة. فإذا لازم هالمسيرة تستمر، ولازم يكون أكو إصرار حتى هالمسيرة تكتمل. آمين. لنقف بفرح وابتهاج ولنصلي بثقة قائلين استجب يا رب. استجب يا رب. يا رب الإيمان أساس حياتنا ومحك علاقاتنا، وعليه نبني مواقفنا، من أجل أن يكون واضحاً ثابتاً وجريئاً نطلب منك. استجب يا رب. يا رب كم ينقصنا الصبر في صلاتنا وتصرفاتنا، من أجل أن يكون لنا الصبر والثقة بعيداً عن الانفعالات والمزاجيات نطلب منك. استجب يا رب. يا رب كثيراً ما نتصور الفرح في خيرات مادية ملموسة أو في صداقات نفعية، في حين أن الفرح الحقيقي والثابت فيك ومنك نطلب منك. استجب يا رب. يا رب أصبح الرجاء والأمل اليوم بعيدين عنا بسبب الظروف التي نمر بها، من أجل أن نقوى فينا الثقة بأنك باقي معنا مهما حصل، وأنك لن تتركنا أبداً نطلب منك. استجب يا رب. نستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس.
أيها رب الله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطنا مهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. سبحوا الله في قدسه. ها أنتم مدعوون لتأكلوا هذا القربان الأقدس طعام الحياة، وبألحان الروح سبحوه واشكروا واهبه فادين يسوع، يسر به القديسيون ودوما له يهتفون محيينا قدوس قدوس قدوس. شو حال ولو روى الروح القدس والذي المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته، هو يقبل منا هذه الذبيحة بنعمته ورحمته الآن وإلى الأبد. آمين. حسب أمرك يا رب، حسب أمرك يا رب، حسب أمرك يا رب، توضع وتعد هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيية الإلهية على المذبح الغافر حتى مجيئك ثانية، لك المجد إلى الأبد. آمين. هذا القربان بوجه المشرف ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حالا ولورا والروح قدشان المذبح قدشان اهوي دخرانا دو ثلتا مريم ميدالها من عالم وعلى الملالة من وامي شيحة ودورة رحمة ومحيدة صالة ومهوشينا فوريدة يمر كل عما من وامي ضخرا مرقر ورقيس على المذبح قدشا عم كن إذن صاحو ساذد تكلل أشتوى الصورة كلنا عميدة وقيم تشرب تبشو حقي من نور. نؤمن بإله واحد الآب طارق الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد
اذكروا في صلواتكم آبانا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاءً سعيدًا وميراث الحياة في ملكوته السماوي بارك مار. ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. السلام معكم. معك ومع روحك. سلام المسيح. السلام فينا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم العلام. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد. يقرب القربان لله رب الكون. اسم ثالثك المجد والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس. يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانك ومفيض النعم العظيمة على المائتين ومع ألوف السماوين الذين يسجدون لعظمتك ورواد الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح الذين يسبحون اسمك ومع الكروبين القديسين والصرافيم الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين: Hallelujah.
يديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت الله ضابط الكون، وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا وكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. كذلك من بعد العشاء أخذ بيدي المقدستين كاسا طائرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. نؤمن ونعترف. وكما أوصيتنا يا رب قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص الذي به أضقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بألهتك وأعظت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. أيها الرب إله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمدا لك على جميع النعم التفضى على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك ومار فرانسيس أسقفنا ومار إبراهيم الأب الروحي وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل أخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا ومنتظرين رحمتك، استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وأهلها وهذا الشعب المؤمن، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب، وأبعد عنهم الخوف وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. المسيح سلام العلوي أمان البشر وطيب الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك المقدسة الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي
سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا، السلام معنا. ليأتي يا رب روحك القدس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه وقدسه غفران ذنوبنا وصفحة عن خطايانا رجاء عظيما إلى القيام بالأموات وحياة جديدة في القدس مع جميع الذين أرواك وعادك العظيم العجيب الذي حققته لنا. نحمدك ونمجدك في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وكل أوان وإلى الأبد. عطرنا محبتك الزكي واغسلنا به من الخطية والرأي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا ويسر برجوعنا. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا التي نعرفها والتي لا نعرفها بنعمتك ورحمتك. آمين. بارك يا رب. تقربنا يا ربنا وإلينا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية والإلهية ونحن غير مستحقين. حقا ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنينك باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمو بدمه الكريم. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. يسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. يسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. لقد نفذت هذه الأسرار المجيدة وتقدست وكتمت وانتزلت تحت اسم الآب والابن والروح القدوس في مغفرة خطايانا ورجاء عظيم للقيام بالأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة فيها هنا وفي كل مكان الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس. الملائكة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. لنقترب كلنا بالتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. يا
ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس، ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك، وأهلنا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائضة، رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. هاشم ووخ الزوان والعالم علمي. بصفاء النية ونقاوة الأفكار، فلنسر نحو الكمال الذي بالرحمة يمنح للمغفرة. وعربون الحياة الجديدة، فكلنا بمحبة نشكر السر، وبرهبة نخدم عظيم الأحبار الذي غفر لنا. ومع الروحانيين نقدس التقاديس الثلاثة لإشراكه جنسنا بتناول الحياة الجديدة، هنا في السر وهنالك بالعلن، حينما يظهر ممجدا عند مجيئه العظيم. هللويا. قدس السادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، ونقي ضمائرنا بحنانك ايها المسيح رجاؤنا الان والى الابد. أحيانا ماراني شوام شيحاب تشتغب رحمي عم كلان وحالم ويوناثان مدى طرف عصاه وغمسها في شهد العسل، ورد يده إلى فمه فاستنارت عيناه، وبحلاوة الصليب
أنير عقولكم. هللويا. الأوقات أكرمه يا صاح. سلام
لأنك أهلتنا بنعمتك نحن الميتين، نقدس اسمك مع روحانين، ونلتذ بعظمة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك. يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا. شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. من فضلكم بس هكو إعلان، بس ننتظر شوية. الأربعاء القادم يوجد اجتماع لجروب الرجال، ويوجد دونات وما أعرف شيء لا أبل جوس في مكتبة المكتبة الرئيسية. ربنا يبارككم ويحفظكم، وأحد مبارك. اشتاقي ون من لبه ماريا مصفنه بروحه وحبه.